عسلامة، مرحبا بكم في دبارة اليوم. بالنسبة للدبارة اليوم عملت دويتة كما قاعدين تراو، سيي سقيتها، مازال باش نحطها في البيركس باش ندخلها للفور. وحضرت لهنا الحشو نتاع البريك، حطيت طن وبطاطا ومعدنوس والعظم، مازلت ما فوحتهمش. وبالنسبة للدويدة نتاعي عملت لها شوية زيت مفورة، على خاطر هي عملت لها شوية زيت وفورتها على الصوص نتاعها. الصوص حطيت 3 مغارف طماطم، خاطر انا عملت رطل الدويدة، 3 مغارف طماطم، مغارفة هريسة، مغارفة فلفل احمر، تابلو كروية، حطيت شوية فلفل اكحل وحطيت الملح. وبيان سور كيف قريب الطيب زدتها الثوم، 3 ثوم كبار، وزدتها في الاخر 3 مغارف بلوتو 2 مغارف زيت زيتونه ورشه فلفل اكحل، وريحتها فاوحه وبنينه ما نحكيكمش. توا مقعد كي باش ندخلها للفور باش نحطها في البيراكس ومن بعد ندخلها للفور. توا كملت سقيتها، هذه هي الدويده نتاعي. وبالنسبه للشرب عملت شوربه الشاي بالدجاج، وعملت معهم البريك، حضرت الاوراق نتاعو، هذوما اوراق البريك حضرتهم. توا مقعد كان باش نطيب البريك نتاعي، حضرتهم بالروسيت نتاع سميد والفارينة، كاس سميد كاس فارينة وثلاثة كيسان ماء. توا باش نطيب البريك، نكمل نفوح الصوص نتاعي نتاع البريك وباش نبدا نطيبو. شقن الفاتر نتاعي حضر، البريك نتاعي حضر، حضرت دويتا الشربة البن كيف كيف، وقصيت شوية بطيخ، ثم جاتوس، ثم البن. هذه هي دبارة اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم الدبارة وشهية طيبة. ومازال عندي سلطة مشوية قاعدة تحضر، نحضر فيها بالمهراس.